كله تعب 12 سنه لورا، ما في شيء بيجي صدفه او بيقولوا هذا الانسان محظوظ لك وين وصل. يعني انا اذا بتشوفيني مع 10 سنين اكيد ما كنت يعني اكيد مرقت فيها توصلت لانت عليه، فلازم يعني انا لسه لهلا بقول ما حققت 20% من احلامي، بس انه واصل لمرحله الحمد لله انا رضيان عنها لانه هي بمجهودي الشخصي. صحيح، هو بيكتب كلمات اغاني بنفسه ودائما بتحمل معاني عميقه ومؤثره بالجمهور. انت قد ايه واجهت صعوبه تتشق طريقك وتا ينعرف اسمك وتوصل لهون؟ ما هو هذا الفكرة، هي أكتر شيء بحياتي كان صعب، إنه لما أقول للواحد مثلا أنا بغني راب اللي شو رعب، يقول لا راب في شيء اسمه راب. فأنا بلشت من 2010 يعني مع التمثيل، صرت أكتب وهيك وبحب هذا الفن. لقيت ثلاث خلينا نقول صعوبات، أول شيء إنه الراب بالوطن العربي ماله منتشر، ثاني شيء كان وضع المادي يعد يعني تحت الوسط، ثالثا بدك تنجي شيء كواليتي عالي بدك داعم، وهذا الدعم كان غير مؤمن بأفكاري لأنه أفكاري بتروح دايركت لقضية معينة، واليوم شركات الإنتاج للأسف لما تدعمك بدها تشوف بنات وبدها تشوف رقص حتى تدعم. إلا أنه إسماعيل لاقى دعم كبير واهتمام بموسيقاه من صديقه قصي خولي اللي جمعهم ببعض أكثر من عام الراب، ومؤخرا قدم أغنية تراكم لمسلسل قصي لا حكم عليه اللي عرض على شاهد. لما توقع وحدك تنكسر، اللي مين بيشوفك لما تبقى وحدك تحتضر. وقت انا عم تابع لحكم عليه كنت بدبي مع قصي، فقلت له انا كثير حابب نسيم ومتعاطف معه وحابب اكتب له شيء عن الظلم، يعني انه انسان بينظلم بعدين بياخذ حقه وبيقوى، فهو شجعني كثير على الفكره، حكيت له هيك شويه كلمات طلعت ببالي فقال لي خلص كمل وانا معك وهيك. وقبل هالاغنيه اجتمع مع قصي بديو القصه كلها اللي حقق نجاح كبير وقت نزوله. ممكن نشوفك ديو مع اشخاص فنانين تانيين غير قصي هلا؟ اكيد هلا في ديو كثير مهم مع حدا كثير مهم. اها لا ما فينا هيك بدنا نكشف اسامي مع ترندينج. مستحيل. لا مستحيل، مو مشان ما بدي اكشف، بس لانه لهلا عم ينكتب له. اوكي. لانه انا بكتب الراب بس كتابته له يعني كلماته لانه حيكون غناء، فعم نحاول. ايوه فهو مطرب، لا مو مطرب راب، هو الناس كثير بتحبه وانا كثير بحبه. لبناني سوري مصري اردني اردني فلا هو حدا لذيذ هلا يعني قبل بالفكره وخبرني شيء كثير حلو، قال لي انه لانه انت اسماعيل انا اوكي انا ما بحب الراب. وبما انه اسماعيل صار واحد من اهم الرابرز العرب، حبينا نساله عن رايه بالراب باتلز اللي بتصير بين الفنانين. شفنا احمد الفيشاوي فيت بالبات الراب تيجاوب على محمد رمضان. الراب عم يروح لمكان فيه بطل وهذا حكى وجمهور هذا ضد جمهور هذا، هذا أسوأ شيء أنا بحياتي بعتبره، يعني مع احترامي لمحمد رمضان ومع احترامي للفيشاوي، بس أنتوا اليوم قادة جمهور، يعني أنت اليوم لما يكون عندك جمهور أنت ما عاد بقى مسؤول عن كلمتك، فممكن أنت تكون سبب بنزاع بين جمهورك وجمهور اللي عم تتحداه. لكن إيش رأيه بالتجارب الجديدة بالراب اللي لسه ما وصلت لمرحلة الاحتراف؟ في معتصم النهار كمان بيغني راب. حل أنا كنز ليلي تنع، بس نحنا مركبين عالطمع. هو بيقول أنا بحب هذا الفن، يعني ما عم يطرح حاله في بعض الناس نقدته. حط له غنية لشيرين كتير بطيئة، كتير أبطأ غنية لشيرين، كمان وجهتها تحية، وموسيقى غير لابقى للغنية، وقالوا له غني، يعني أنا أعتقد إذا بتقدمين إياها هلأ راح تطلع معي نفس اللي طلعت معه. فدائما الراب لازم يكون مدروس، فهو طلع قدامي بشكل عشوائي، ما طرح حاله قال أنا بحب الراب وهي، فبس نحن وليكي بصراحة بمجتمعنا العربي للأسف بس حدا هيك يلمع بشكل سريع في غيره بتصير. انا هذا الشيء اللي بتضايق منه بالوسط الفني بصراحه، اكثر شيء بالوسط الفني. يعني فعلا حلو لما تلاقي مهند فنان بيدعم فنان طبعا بالشكل ده، زي انا دايما ما بدعمك انت عارف على طول. دايما دايما صحيح. لا بجد حلو والله نلاقي الروح دي قوي بين الفنانين. وطبعا عايزه بس اقول حاجه، انه اول مره معتصم غنى فيها راب كانت اوريدي معانا في موسم سابق من تريندينج، وعلشان بس كمان نوضح لمشاهدينا، معتصم هو اللي اختار الاغنيه مش احنا اللي اخترناها، اغنيه شيرين طبعا لانها وقتها مهند كانت تتر المسلسل اوريدي اللي كان بيقدمه، فالناس كلها افتكرت ان احنا اللي اخترنا. لا معتصم اللي اختار الاغنيه.
ورغم طبعا أنه يمكن في ناس انتقدته وقتها، بس كمان في نفس الوقت في ناس كتيرة حبته وقالوا أنه هو بيمتلك السكيل، بس أكيد عايز تمرين واختيارات أغاني مختلفة.